مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وفي الحقيقة فقرتنا النهاردة بطولة جديدة بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي في الكرة الطايرة. تاريخ كبير جدا داخل النادي الأهلي وبطولات كتير جدا. يعني خليني أقول لحضراتكم البطولة اللي أضافت مؤخرا الـ 33 في الدوري، 20 بطولة لكاس مصر و 8 بطولات للبطولة العربية و 14 بطولة لأفريقيا للأندية، بطولة أفريقيا للأندية، وما زال المزيد من حصد البطولات. النهاردة منورني قائد للمنظومة أو للجهاز الفني في النادي الأهلي للكرة الطايرة، هعرف منه أكيد تفاصيل كتيرة جدا. النهاردة منورني طبعا سيادة اللواء الكابتن خالد أبو زينة رئيس جهاز الكرة الطايرة بالنادي الأهلي. أنا برحب بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. أنا مدير إداري الكرة الطايرة في النادي الأهلي، عشان انا مش فني دلوقتي. مدير الاداري حاليا. انا برحب بحضرتك، منورني وببارك لك. الله يخليك اكيد طبعا على يعني رقم 33 للدوري. اكيد كل بطوله بتضاف لحضرتك وللنادي الاهلي بتكون غاليه طبعا. كلمني عن غلاوه البطوله الاخيره. والله البطوله الاخرانيه حضرتك كان ليها مشقه كبيره جدا، خاصه ان اللاعبين والفريق بادين حضرتك بعد توقف كورونا اللي فات، يعني احنا بقالنا سنة بالظبط الفريق حضرتك ما خدش فترات راحة، لان حضرتك زي ما انت عارفة يوم 24/3/2020 حضرتك حصل توقف بسبب كورونا لمدة 3 أشهر. ابتدينا ننزل تدريجي حضرتك من 6 شهر 6 كان لسه حضرتك بطولة الدوري لم تنتهي وبطولة الكاس لم تنتهي، اللي هو الموسم الماضي اللي هو 19/20. تمام. ربنا أراد الحمد لله على شهر 8 و9 إن احنا نحصل على بطولة الدوري وبطولة الكاس. دي بطولة الدوري الرابعة على التوالي. حضرتك عاقبها على طول الكابتن محمد مصلحي، طبعا وانا بحب اشيد بيه لان هو راجل غالي عليا جدا، لان انا اشتغلت مدير اداري وهو كان لعيب، وهو دلوقتي اصبح مدير فني، فهو له معزه خاصه عندي يعني. طيب اكيد يعني اكيد في صعوبات واجهتوها في ظل بالظبط حصل توقفات كتير جدا يا فندم بسبب كورونا. كان الاتحاد اصدر قرار ان اي 3 يصابوا بكورونا حضرتك يحصل توقف، وبالفعل احنا كمان حصل عندنا 11 حالة وتوقفنا حوالي ما يقرب من 15 او 20 يوم. وبعد كده حضرتك المفروض الدوري كان ينتهي 3/5 حضرتك، بسبب حضرتك المواعيد ما كانش ينفع نلعب في رمضان حضرتك، لان كان الحظر لغايه الساعه 9. حصل توقف تاني. حصل توقف تاني لان طبعا مش ممكن هنلعب في الصيام اكيد، فحضرتك أجلنا الأمر لغاية بعد العيد وابتدينا نلعب نستكمل الدوري المباريات المتبقية. وبعد كده حضرتك بعد ما خلصنا احنا خدنا بالظبط 5 أيام وبدينا في الكاس امبارح حضرتك بطولة الـ 32 وفزنا في أول مباراة على شرقية للدخان، وإن شاء الله يوم الجمعة عندنا مباراة الطيران في دور الـ 16. طيب البطولة الرابعة على التوالي. انا عايز اسال حضرتك ايه سر او ايه كلمه السر في سيطره النادي الاهلي على الكره الطايره؟ بص يا فندم، اولا لازم ندي الحق لاهله. اولا حضرتك انت تحت شيء قوي جدا، اداره النادي الاهلي متمثله في مجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب، انا شخصيا بعتبره مثل اعلى في الإدارة وشخصية جميلة ومهذبة جدا. حضرتك أنت بتشتغلي تحت المظلة دي. تاني حاجة حضرتك أنت بتشتغلي تبع إدارة النشاط الرياضي. إدارة النشاط الرياضي هي حلقة الوصل ما بين الفريق وما بين مجلس الإدارة. إحنا ما نقدرش حضرتك نتخطى نوصل لمجلس الإدارة بدون العرض على إدارة النشاط الرياضي. تمام. كابتن رؤوف عبد القادر، إحنا حضرتك موالينا تماما في إدارة الفريق. لازم حضرتك تعرفي حاجة مهمة جدا، الانضباط أساس النجاح. أكيد. النوايا الصافية أساس النجاح. اللي بيحسن النوايا، إحنا ما عندناش هدف حضرتك في الفريق إلا إن إحنا نوايانا كلها صافية. من أكبر واحد لغاية
أخونا أحمد رشاد اللي هو عامل الأوضة. كل هدفنا وكل هدف الشباب اللي حضرتك شايفاهم دول شايفين حاجة واحدة بس، شايفين الكاس ده إن هم يوصلوا له إزاي. مفيش أي حاجة تانية، اللي بره زي اللي جوه. وإحنا بالمناسبة دي أحب أقول إن إحنا عندنا جيل اللي هم المخضرمين زي ما بيقولوا، في جيل وسط وفي جيل شباب أو لسه صاعد بيخش في المنظومة. حضرتك كل واحد عارف اختصاصه. حضرتك في زي بالظبط مسابقة ألعاب القوة، كل واحد بيجري في الحارة بتاعته. مدير فني معاه جهاز بتاعه، مدرب عام ومدرب. مدير إداري معايا إداري. طبيب عندنا أستاذ حضرتك جراح عظام. معاه حضرتك أخصائي تأهيل الدكتور سامح ظلام. معانا حضرتك إعداد بدني الدكتور حسن عبد المجيد. عندنا مدلك تمام للفريق. حضرتك المنظومة منظومة كاملة كاملة. وحضرتك لازم تعرفي حاجة تانية، إن إدارة النادي الأهلي، لو أنت بتتكلمي على نجاح لازم تعرفي إن إدارة النادي الأهلي مهيئالك كل سبل النجاح. مفيش حاجة حضرتك أكتر من إن زي ما حضرتك عايزة توصلي للكاس أو الدوري، تمام؟ إيه السبل اللي هي بتوصلك لهذا الأمر، تمام؟ هو بيوفر وأنت بتشتغل على ده. بيوفر بس زي بالظبط الأب اللي في البيت، تشغلش بالك بأي بالزبط. حاجة تانية اللي عايز ولاده ينجحوا في أكيد. المدرسة بيعمل إيه؟ بيوفر لهم كل السبل المتاحة إن هم ينجحوا في المدرسة. نفس الشيء إحنا حضرتك منظومة كل واحد عارف حدوده إيه فيها. طيب خلينا نتكلم عن استعدادات الفريق لمباراة الزمالك، المباراة الأخيرة بعد الهزيمة من طلائع الجيش اللي كانت مفاجأة في الدور قبل. هنبدأ الأسئلة. ما هو أنا قلت من الأول المشوار مش مفروش بالورود. طبعا ده طبيعي طبعًا. يعني في انهزام، في انكسار، في انتصار، ده طبيعي. أول حاجة إحنا بنقول لفريق طلائع الجيش ألف مبروك، وإحنا لينا هارد لك. بس لازم الناس تعرف حاجة، ايه فايدة ان انت كنت تكسب مباراة الجيش وتخسر مباراة الزمالك؟ الدوري راح. هدفك الرئيسي في الامر هو مباراة الزمالك، ان انت تكسبي مباراة الزمالك علشان تاخدي الدوري، كويس؟ ماتش الجيش حضرتك لو انت حضرتك بتتكلمي عليها لكل جواد كبوة، احنا خسرنا مباراتين اللي هي بتروجيت وخسرنا مباراة طلائع الجيش، تمام؟ خلال الموسم، وده شيء وارد. لما حضرتك يحصل توقف اكتر من 20 يوم ورجعنا لعبنا الاتحاد ولعبنا طلائع الجيش، حضرتك متوقع ايه؟ مفيش اي حضرتك في الفتره دي مباريات تانية تلعبيها، يعني مفيش حضرتك مثلا تعملي ماتش ودي، مفيش حضرتك ان انت تمارسي اللعبه زي ما كنت في الهاي توب، واخده بالك؟ في قبل مباراه طلائع الجيش طبيعي يحصل دروب لازم. تمام. بس ده كنتوا متوقعينه ولا اتفاجئتوا بيه؟ الخسارة؟ لا احنا مش متوقعين. يعني لا اتوقع يعني لا المستوى نفسه. انا مش هتكلم على الخسارة. لا يا فندم. وعلى فكرة الماتش كان اللعيبة مستوى كويس جدا. ماتش 3-2 وطالع الجيم الاخير 15-12 او 13، الجيم ايكوال يعني مقفول. مش كبير. لكن حضرتك وارد. وارد يحصل حضرتك دروب يحصل. تمام. بس اللعيبة كبيرة وأساميها كبيرة، بتخاف جدا على كمان اسم النادي الأهلي. اسم النادي الأهلي اسم كبير، بيلعبوا من هذا الأساس، واخد بالك؟ فما فيش حضرتك الحاجة، يعني النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها أن اسم النادي الأهلي طول الوقت جماهير النادي الأهلي مطالبة اللعيبة بالفوز. طبعا أي فريق أنت بتلعبه لازم تفوز. طبعا يا فندم. طبعا حضرتك حتة ان انت تبسي في اللعيب حتة المكسب ده موضوع مش سهل. مين حضرتك، انا اسف مع احترامي، عاش مباراة الاهلي والزمالك ليلتها؟ ان كان في الكورة، ان كان في الطايرة، ان كان في الهندبول، اللعيبة يا فندم احنا بنمر عليه حضرتك على الغرف، وبنخرج اللعيبة من الضغط النفسي والعصبي. الموضوع مش بسيط زي ما الناس متخيله، ان احنا الناس بتشوف حضرتك الساعتين بتوع الماتش، لكن مش عارفين الاجراءات اللي قبل كده ايه. طيب انت بتلعب مباراه على
الكاس اللي قدام حضرتك ده على البطولة بالظبط، أكيد كانت مباراة صعبة جدا يعني طبعًا. كواليسها صعبة جدا، مش بتكلم يعني بعيدا عن المستوى الفني كمان، فهي كواليسها صعبة جدا طبعًا. وانت طالع برضو من خسارة يعني طبعًا. يعني حضرتك بتقول باركت وروح طيبة طبعا لفريق طلائع الجيش، ولكن أنا طالع من خسارة وبلعب مباراة على بطولة وعلى الهدف بتاعي اللي بلعبه من أول السيزون، ففي كواليس كتير أكيد كانت صعبة جدا على اللعيبة وعلى المنظومة كلها، على الجهاز الفني وكل المنظومة. أولا بعد الماتش بتاع طلائع الجيش كابتن محمد مصلحي إدى يوم راحة، بعد كده حضرتك اتجمعنا عشان نبتدي نتمرن. تمام. اتمرنا حضرتك 3 أيام وبعدين دخلنا معسكر قبل الماتش النهائي بيومين. طبعا حضرتك انت داخله على ماتش مهم، اكيد ما ينفعش حضرتك ان انت يعني يحصل اي شيء الا ان انت تلم الفرقه. لمت الفرقه دي ليها عوامل كتير، مش خالد لوحده ومش الكابتن محمد مصلحي لوحده، لا ده من اللعيبه ومن كابتن الفريق ومن الجهاز الفني كله والجهاز الاداري كله والجهاز الطبي كله، ان احنا حضرتك بنروح بقى قافلين عشان احنا مرينا بالتجارب دي قبل كده علشان نوصل ان احنا عندنا حاجة لازم نوصل لها. اكيد. واخده بال حضرتك؟ فمن هنا مفيش كلام خالص. كابتن عمل اجتماع نص ساعة باللعيبة حسهم على الفوز، واخده بال حضرتك، في ماتش الكاس. كل المطلوب مننا ان احنا ننسى ونطوي هذه الصفحة. تمام. ونبدأ مباراة الاهلي والزمالك، وعلى فكره مباراه الاهلي والزمالك دي كانت مباراه كاس طبعا، اي نتيجه مكسب للفريقين خلاص هي الدوري بالظبط، 3-0 زي 3-1 زي 3-2 خلاص مفيش تعويض، مفيش تعويض خلاص. تمام. فحضرتك ال- 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 احنا ممكن شويه نجيد ان احنا نلم الفرقه ونلم اللعيبه، واخده بال حضرتك؟ فده طبعا شيء جيد، يعني مش شيء في اي شيء ان احنا مثلا بعد ما خسرنا ان احنا بنعاتب او بن لا خلاص، لازم الصفحه تنطوي، تنطوي خالص، ده حقيقي قفلت يعني. حاله من التركيز اكيد يعني مر بيها النادي الاهلي من تعثرات لانتصارات، ولسه بنتكلم طبعا عن فوز رجال الكره الطايره بالنادي الاهلي بالدوري 33 بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين كلامنا مع كابتن خالد أبو زينة المدير الإداري لفريق الكرة الطايرة بالنادي الأهلي. كابتن خالد، كنا بنتكلم عن بطولة النادي الأهلي الغالية اللي اضافت لتاريخ وبطولات ودلاب بطولات النادي الأهلي. عايز أسأل حضرتك عن المسابقة السيزون ده مقارنة بالمواسم اللي فاتت، هل شفت فيها اختلاف، أقوى أضعف، قيمتها إزاي من وجهة نظرك؟ والله يا فندم الموسم ده بالذات بالمقارنة بالمواسم اللي قبل كده موسم كان ممتد وكان فيه توقفات كتير جدا، والتوقفات اللي حصلت دي حضرتك أثرت على اللعيبة، لأن حضرتك زي ما حضرتك عارفة، أنا معلش أنا آسف هتكلم في حتة فنية بس أنا عارفها طبعا بحكم وجودي في الفريق، إن حضرتك زي ما أنت حضرتك عارفة إن في أحمال المدرب طبعا بيحطها. تمام. الاحمال دي حضرتك كل ما الجدول بيتغير هو بيضطر يغير جدول الاحمال بتاعته. اكيد. تمام. فاحنا حضرتك يعني على سبيل المثال كان المفروض اخر قرار لينا ان احنا هنخلص 3-5. احنا خلصنا 2-6. اتغيرت البلان كلها بالظبط. وقبليها حضرتك كنا هنخلص قبل كده برضه. فطبعا يعني اللعيبه معذوره، الجهاز معذور. تمام. الاتحاد ذات نفسه معذور، لان احنا لازم تبقى عارفه ان احنا في منظومه الدوله وبنحترمها طبعا. تمام. وبنحترم القرارات بتاعه الدوله بتاعتنا. تمام. اكيد. فكل التاخيرات اللي حصلت دي مدت البطوله شويه، فديته زي حضرتك اشتياق ويعني جو تاني غير الجو اللي هو بتاع السنين اللي قبل كده، ويكفي ان احنا لغايه اخر دقيقه لم تحسم بطوله الدوري. ده حقيقي. يعني احنا السنه اللي فاتت حاسمينها قبل ما نبدا الماتش النهائي. تمام. فحضرتك ده بمتوقع يعني ظرف طارئ ومر علينا.
طيب هل فترات التوقف دي أثرت بشكل أو بما على مستوى الأداء الفني للاعبين؟ لا ما أعتقدش بالنسبة للنادي الأهلي، لأن الكابتن محمد مصلحي جهازه الفني ومدرب الدكتور حسن أخصائي اللياقة البدنية لا محافظين على الأمر ده جدا يعني. طيب كنتوا يعني كان في فريق مفاجأة بالنسبة لحضرتك في والله البطولة؟ والله مش فريق مفاجأة أو عدم مفاجأة، هي القصة كلها إن يعني لظروف ما إحنا حضرتك حصلت لنا الخسارة الأولانية والتانية. بس أنا بقول الخسارة لمتنا يعني، لا يعني جمعتنا أكتر وخلتنا تركيز أكتر، التركيز يعلى جدا، وإن إحنا عندنا هدف لعايزينه. لكن كمفاجآت لا، فريق النادي الأهلي قوي يعني، فريق قوي، مش فريق قوي ويتعمل له حساب يعني. طب في فريق فاجأك في أدائه يعني، شفت أدائه غير المتوقع؟ هو في ماتش الجيش حضرتك ده الدروب اللي حصل معانا تمام، والجيم بتاع بتروجيت، وبرضه ده كان له ظروف وده كان له ظروف، لكن انا بقول رب ضرة النافعة تمام، ان احنا عاقبها على طول فزنا على الزمالك في الماتش الاول 3-0 وفي الماتش الثاني فزنا 3-0. طيب اللقطات اللي معانا دي من التتويج والتكريم، انا حابه اسال حضرتك يعني، شفنا امبارح تقريبا قوام المجلس كله موجود، وفي الحقيقه في بطوله ده يعني طبيعي تتويج بالدوري، طبيعي ان يبقى المجلس موجود، ولكن اللي مش طبيعي متابعه المجلس للفريق بشكل مستمر. فندم اولا احب اقول لحضرتك مجلس الاداره وخاصه كابتن محمود الخطيب، حضرتك عارفين كل كبيره وصغيره عن الفرقه تمام. احنا السنه دي كابتن محمود جانا 3 مرات، منهم مره حضرتك دخل الصاله قعد واتفرج على التمرين ومشي تابع التمرين، ومره تانية كنا بنلعب بتروجيت حضرتك، ودخل ونزل سلم على بتوع بتروجيت الاول، وبعدين سلم على النادي الاهلي، وبعدين اتصور معانا كلنا، وبعدين دايما يحس اللعيبه. مش عايز اقول لحضرتك وجوده معانا تمام بيدينا قوه ودفعه قد ايه. هو في حاجه كاريزما، حب من الناس لحضرته، بتخلي الناس عندها دافع، عندها نشوه ان 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 اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي تمام. وهو دايما يتكلم على اسم النادي الاهلي يعني، دايما يقول حافظوا على اساميك وحافظوا على اسم النادي الاهلي نمره واحد. دي 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 حضرتك كبيره. كره الطايره سيدات امبارح كمان تتويجهم امبارح، طبعا بنبارك لهم، دي البطوله الثانيه ليهم حضرتك. امبارح فازوا بطولة كاس مصر على نادي الصيد 3-2، يعني على الهوا ببلغ تهنئتي لمجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب والفريق. بس احنا في النادي حضرتك لازم تعرفي احنا الولاد يعني بجهازنا كله كامل، والبنات جهازه كله جهاز كامل تاني مقارنة. فلكن احنا طبعا بنشاركهم فرحتهم دي، وعلى فكره احنا بنشارك الفرحه دي لكل الالعاب. انا مش عايز اقول لحضرتك ان الفرقه فيها ناس متعصبه جدا 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 للنادي الاهلي، متعصبين جدا للكوره يعني، عبد الله عبد السلام حضرتك وكابتن محمد مصلحي، واحنا كلنا متعصبين جدا للكوره. مش عايز اقول لك احنا بنفرح ازاي لما فرقه الكوره تكسب، عندنا انتماءات جوانا، بتفرحوا الكيان طبعا، مش لأشخاص طبعا. طيب طبعاً. أنا عايزة أسأل حضرتك عن النقل التلفزيوني لقنوات أون تايم سبورتس، الحمد لله يعني بنجتهد طول الوقت إن احنا ما يفوتناش أي حاجة، قد إيه ساعد في انتشار وشعبية اللعبة؟ هو أنا شايف حضرتك قناة الأون حضرتك بتتابع كل الألعاب الجماعية، وده شيء جيد جدا يعني، وتحسب للقناة. وانتوا كنتوا مشرفينا اعتقد في مباراه النهائيه لبطوله الدوري، وده كان شيء جيد جدا، لان قناه النادي الاهلي كانت موجوده طبعا، والقناه بتاعت حضراتكم طبعا دي بتساعد على انتشار اللعب. وبتساعد في وقت سابق كان ممكن يكون ساعات بيقول لك كره القدم واخده التورته
من النقل التلفزيوني وكده، لكن احنا طول الوقت حريصين في الحقيقه يعني على نقل كل البطولات لكل الالعاب. والله حضرتك انا شايف ان طبعا ده تنسيق جيد، يعني بيساعد على انتشار لعبه الكره الطايره، نرجو ان هو يستمر. بس يعني برضو انا بقول قناه النادي الاهلي يا استاذه اميره متابعانا في كل مبارياتنا. اكيد دي قناه النادي، مش بتسيبنا خالص خالص خالص. حتى انا من قناه بتاعت حضرتك، قناه محترمه، انا بوجه لهم الشكر ليهم زي ما بوجه لقناه الأونيا. طيب انا عايز اسال حضرتك ابرز اسباب رفض النادي الاهلي للمشاركه في بطوله افريقيا الاخيره بتونس. الاسئله ابدا والله هي قصه كلها حضرتك. اول حاجه البطوله غير مؤهله كانت لبطوله العالم. تاني حاجه البطوله في رمضان، وطبعا احنا كنا سمعنا ان احنا هنلعب بعد الفطار، وللاسف هم برضو نتيجه الظروف الداخليه عندهم لعبوا قبل الفطار. الماتش الاولاني حضرتك كان الساعه 12 والماتش الثاني الساعه 3. تمام. اللعيبه بتاعتنا بتصوم بالجهاز، ومفيش حد حضرتك هيفطر. تمام. ف بالعكس عمر مجلس الاداره بتاعنا، ودي برضو حاجه اشيد بيها، ما رفض لينا اي حاجه، بالعكس كل الطلبات بتاعتنا مجابه. احنا يا فندم جايلنا اجهزه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها بمبلغ وقدره، بناء على طلب الجهاز الفني. يعني انتوا شفتوا ان الظروف المحيطه بالبطوله هتبقى صعبه معاكم في التوقيت ده بالظبط، لكن بالعكس مجلس الاداره بقول لحضرتك سند، وسند قوي جدا 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 لفرقه كره الطايره وكل الفرق. طيب الفتره اللي جايه في تدعيمات للفريق؟ والله يا حضرتك احنا ما بنتكلمش على التدعيمات الا لما نخلص بطوله الكاس، والكلام ده بيبقى تنسيق ما بين الجهاز الفني واداره النشاط الرياضي. ده ما بعد بطوله الكاس. بعد بطوله الكاس، لان احنا دلوقتي ما نقدرش نتكلم في اي حاجه خالص. احنا عندنا هدف، كابتن محمود الخطيب ربنا يبارك له شكر الجهاز الفني وشكر اللعيبه بعد المباراه، وقال اطوا الصفحه دي، ده في مكالمه تليفونيه ما بين كابتن محمد مصلحي وما بينه. احنا عندنا هدف، ركزوا على بطوله الكاس. يعني ان شاء الله باذن الله بعد الماتش اللي جاي يجي لحضرتك باذن الله كاسين هنا ان شاء الله. شرفني وتنورني كابتن خالد، انا بشكر حضرتك وببارك لك مره ثانيه ومزيد باذن الله من حظ الالقاب. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا، وبشكر حضرتك ان انت اتحت لي فرصه ان انا اشكر المؤسسه الكبيره او المنظومه الكبيره اللي انا شغال تحت رئاسه مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، ويعني بشكر الاون ان هي اتاحت لي الفرصه ان انا اشكر زمايلي في الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين المحترمين اللي حصلوا على بطوله الدوري. اشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا بشكركم على المتابعه. كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اشوفكم في حلقه جديده باذن الله من ملاعب الابطال. الى اللقاء.